أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وطبق حلو من مطبخ منال العالم. اليوم حلوياتنا هتبقى مميزة جدا، حامل طبق بسيط كتير وسهل كتير، والمكونات عبارة عن مكون واحد فقط. هستعمل حليب نسلة المكثف المحلى، هضيف له بعض الهيل. أعزائي، لتجهيز حلو التوفي بالهيل هحتاج قلاية، يفضل إنها تكون سميكة القاعدة بهذا الشكل، ومجرد أني هفتح علبة نسلة حليب المكثف المحلى وأفضيها في القلاية بهذا الشكل. هلأ بالنسبة للإضافات اللي هي للطعم فقط، أنا عندي هون اقتراح أني عم بستعمل الهيل، ممكن إذا حبيتوا تعملوا زعفران، ممكن تحطوا قرفة كمان بيبقى طعمها كتير طيب. ببتدي خطوة في منتهى البساطة، هسخن الحليب ونشوف بعد هيك كيف حيبقى شكله. هبتدي أحرك الحليب، يفضل أستعمل سباتولا بهذا الشكل أو معلقة خشب إذا حبيته. بضلني أحرك باستمرار لغاية ما يبتدي لونه يتحول إلى اللون الكراميل أو لون الذهبي الفاتح. بضلني أستمر هلأ بالتقليب، صار عندي أكثف أكثر وأكثر. هلأ أصبح عندي جاهز، ببتدي خطوتي التالية. بعد ما التوفي عندي أصبح جاهز، يفضل إنكم تلبسوا جوانتي. أنا حطيته على قطعة من ورق الزبدة، حطيت عليها رشة خفيفة من الزيت، ومجرد باخد طرف الورقة واضغط عليه شوي هيك عشان بس يبرد شوي وأقدر أقطعه. قبل ما يبرد 100% هحتاج كاتينج بورد وسكين، ممكن السكين برضو إذا حبينا نحط عليها شوي من الزيت أمسحها أو شوي من الزبدة على حسب ما بتحبوا. هبتدي أقطع التوفي حسب ما بدي، بدي مكعبات صغيرة كبيرة، الشكل اللي أنتوا بدكم إياه. ممكن أخذ قطعة بالشكل هذا وححاول أعملها زي اسطواني بهالطريقة. بقطعه وأخليه على الكاونتر لغاية ما يبرد تماما في درجة الحرارة العادية. أعزائي، أرجو أنه وصفة التوفي بالهيل تكون عجبتكم. عملنا أحلى الحلويات وحكينا كلام حلو مع وصفات منال العالم، وزي ما شفتوا الوصفة كتير بسيطة وسهلة. أنا فقط استعملت فيها علبة من حليب نسلة المكثف المحلى. جربوها واستمتعوا فيها، ودائما حتلاقوا الوصفات موجودة على نسلة desserts.arabia.ae وكمان على موقع منال أونلاين.